بسم الله الرحمن الرحيم، على بركته نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا الكرام الأفاضل، أحييكم وأجدد بكم وبحضراتكم التحية والترحيب، مستمرين بهذه الانطلاقات وبهذه التحديات المثيرة من هنا من على أرضية عاصمة الميادين، من هنا من على أرضية ميدان الوثبة، في تحدياتي وانطلاقاتي ختام الوثبة لعام 2020. لننطلق في هذا اليوم الخاص بسن الحولي والزمول، أول أيامنا في هذا المهرجان الكبير وهذا الكرنفال الغالي على قلوبنا. نتواصل بهذا التواصل وبهذه التحديات بانطلاقتي الله، ولنسير على بركة الله وتوفيقه بانطلاقة شوط الحول المحليات الانتاج، لنتقدم مع هذه الأسماء ولننطلق مع هذه الشعارات. أول هذه الأسماء الباحثة عن الناموس الغالي من 8 كيلومترات، أول المندفعات الشاينية سالم بن أحمد بلحوتة العامري، يتقدم بتقدم شعاره على المركز الأول وبكل قوة، بينما الدور دور المركز الثاني لأجد هنا انطلاقة الشاهينية خالد بن سيف بن محمد الشامسي يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث مياسة خليفة بن حليس بن راشد الاكتبي يتقدم على المركز الثالث يندفع بشعاره، بينما المركز الرابع هذا شعار بالخزع يتقدم مع صوغه القادمة على المركز الرابع. أحمد بالخزع بالهركي العامري يحضر بهذا الشعار، بينما المركز الخامس أتابع انطلاقة الوثبة سعيد بالعثة بالخزع العامري ينطلق على المركز الخامس بحضور الوثبة وبانطلاقاتها. هذه الأسماء الخمس الأولى، هؤلاء هم الفايف ستار الحاضرين على المراكز الأمامية. بينما المركز السادس أتابع انطلاقة الخميسة علي بن حمد بن علي بالحوشي العامري يتقدم وينطلق بانطلاقة شعاره وباندفاعته على المركز السادس، يتقدم بتقدم الخميسة وبحضورها. بينما المركز السابع أتابع فرحة وصل وتقدم شعار بن ثعلوب سالم بن حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي على المركز السادس. المركز السابع أتابع القادمة مرموقة وصلت بهذا الشعار الكبير لتتقدم بشعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي يتقدم على المركز الثامن. المركز التاسع أتابع هذا الانطلاق وهذا الوصول من دمعة هادف بن خليفة بن سالم بن سهيل الخيالي على المركز التاسع. المركز العاشر الشاينية عبيد بن محمد بن سلم بن حمرور العامري يتقدم بتقدم شعاره ومع الشاينية على المركز العاشر. هذه الأسماء يا من تتابع، هذه التحديات يا من تراقب العودة من جديد إلى مقدمة الشوط بعدما ننهيت النداء الأول للمراكز العشر الأولى الحاضرة هناك من أجل الفوز، من أجل التنافس على المركز الأول على مقدمة الشوط، الصدارة والانطلاق، الاندفاع الكبير للشاينية بالحوتة يعلن حضوره ويعلن انطلاقة شعاره. سالم بن أحمد بالحوتة العامري يتقدم بالشاينية وينطلق على المركز الأول بهذا التقدم منذ البداية، منذ بداية الشوط من يوم رفعه الستارت والشاينية تسرح على المقدمة وبكل قوة هناك بانطلاقة جميلة.
بينما اللي على المركز الثاني أتابع مياسة هي القادمة على المركز الثاني. خليفة بن حليس بن راشد الاكتبي يتقدم على المركز الثاني بانطلاقة مياسة وحضورها المركز الثالث الشاينية خالد بن سيف بن محمد الشامسي يتقدم على المركز الثالث ينطلق بالشاينية. المركز الرابع أتابع شعار بالهركي القادم مع صوغة أحمد بن خزع بالهركي العامري يتقدم ويتجول شعاره ما بين الشعارات العملاقة على المركز الرابع. المركز الخامس أتابع انطلاقة وحضور واندفاعت في هذه اللحظات القادمة هي الوثبة التي ترقص طربا على أرضية ميدان الوثبة. سعيد بالعثة بن خزع العامري ينطلق ويتجاوز على المركز الرابع قادما من المركز الخامس. المركز السادس أتابع شعار بالحوشي القادم مع الخميسة علي بن حمد بن علي بالحوشي العامري ينطلق ويتحرك بهذا الشعار يندفع بهذا الشعار على المركز السادس في موقع استراتيجي في موقع خطير بالحوشي وشعاره. بينما المركز السابع أتقدم بفرحة هي القادمة سالم بن حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي يتقدم بهذا الشعار أحد الشعارات المهمة في عالم الإنتاج والمنتجين. ولكن القادم في هذه اللحظات على مستوى ثامن التحديات المنطلقة هي مرموقة هي القادمة بشعارها التاريخي بشعار يتكلم عنه الماضي والحاضر بكل قوة. يتقدم شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي القادم وبكل قوة من أجل الفوز هناك ومن أجل الانتصارات قدم مستويات كبيرة في هذا الختام. بينما أتابع اللي على المركز التاسع انطلاقة وحضور واندفاع دمعة هادف بن خليفة بن سالم بن سهيل الخيالي والمركز العاشر أتابع انطلاقة القادمة في هذه اللحظات الشاينية عبيد بن محمد بن مسلم بن حمرور العامري على المركز العاشر. هذه الأسماء يا من تتابع هذه الشعارات هذا هو النداء الثاني ما فيه أي تغيير ما فيه أي اسم جديد على المراكز العشر الأولى. يا سلام يا سلام التخطيط واضح ما بين ملاك هذه الشعارات ما بين ملاك هذه الذلل هذه الحول هذه المحليات هذا الانتاج الطيب. الله يبارك ويزيد بانطلاقات كبيرة بهذا المستوى تعلن هذه الشعارات حضورها تعلن انطلاقها وشعار بالعثة شعار بالعثة أحد الأسماء المهمة والقوية الذي دائما له حضوره في أشواط الانتاج بدأت تقترب الأسماء. الله 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 شوف الصورة هناك من الخلف يا حسين السيد تابع هذا السيل الجارف من الأسماء الجارف من الأسماء الجارف من الشعارات. عطنا الصورة يا حسين يا السيد هناك بهذا الانطلاق وبهذا الحضور وبهذا الاندفاع على المراكز القادمة خلف العشر المراكز الأولى. سيل جارف بدأ يتحرك بدأت تنطلق أسماء وشعارات قوية. أشكرك يا حسين السيد بدأوا يقتربون هل الحول هل المحليات ولعت يا أخواني ما بينهم من أجل الناموس من أجل الشرف الغالي من أجل الانتصار من أجل هناك الفوز. ولكن بالعثة يا أخوي الأسماء واصلة يا أخوي الشعارات واصلة يا راعي الوثبة سعيد بالعثة بن خزع العامري يتقدم وينطلق بشعاره. ولكن بالهركي قادم مع صوغة
كيلو ونصف الكيلو يا من تتابع، كيلو ونصف الكيلو يا من تراقب. 1500 متر هي ما يتبقى يا بالهركي يا بالعثة، القادمون أقوى وأعتى. وصلت مياسة خليفة بن حليس بن راشد الاكتبي، ولكن الحلامي ناويله، فالعرب نية. الحلامي يتقدم على المركز الثالث، ينطلق ويتجاوز الأسماء هناك بانطلاقة شعاره مع مرموقة شعار سعادة أحمد بن سلطان. الحلامي راعي خيرة وصل، والقادمة هناك على المركز الرابع هي الخليج سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش، يتقدم على المركز الرابع مع الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير. يا أخواني اللي بالفوز يسرح مع بالعثة، روح مع بالهركي. القادمة في هذه اللحظات والمنطلقة نشرة محمد بن حبروت بن سلطان الاكتبي وشعار الفلاحي، قادم وواصل في هذه اللحظات مع رسالة محمد بن عيسى بن مطر الفلاحي. ولكن وين الانطلاق الأول؟ مرموقة الحلامي والقادمة هناك أيضا، والحاضرة هي انطلاقة واندفاعت شعار بالعثة مع الوثبة وشعار بالعثة. والقادمة في هذه اللحظات هي الخليج سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش، يتقدم ولكن وصلت، تحركت نشرة، ولكن الخليج روح يا راعي الخليج، ما فيك حيلة. ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا هو الانطلاق وإلا فلا، هذا هو العرض وإلا فلا. يا راعي الخليج انطلقت الخليج سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش، ما شاء الله تبارك الرحمن عليك يا راعي الخليج، تهانينا والناموس بهذا الانطلاق، لهذا الفوز، لهذا الانتصار. سلام يا الخليج، سلام سلام يا بن دغيش، سلام سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني كانت نشرة محمد بن حبروت بن سلطان الكتبي، المركز الثالث كانت رسالة محمد بن عيسى بن مطر الفلاحي، المركز الرابع كانت مرموقة شعار سعادة أحمد بن سلطان الحلامي، والمركز الخامس وصول اللي على المركز الخامس كانت هي دمعة هادف من خليفة بن سالم بن سهيل الخيالي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين، عودتنا إلى الانطلاق الكبير، إلى الإبداع، إلى الإمتاع من الخليج. مشكور يا بن دغيش، مشكور من قدمت لنا الخليج بهذه الصورة، بأجمل صورة، سلطان بن سعيد بن راشد بن دغيش. تهانينا والناموس على فوز الخليج، لحظات وصولها وخطبها لهذا الناموس وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 44 ثانية 3 أجزاء من الثانية. سلامي عليك يا بن دغيش وسلامي على الخليج، خاطفتي ناموسي أول أشواط الإنتاج الحول المحليات. المركز الثاني كان التوقيت الزمن 12 دقيقة 48 ثانية جزء واحد من الثانية. اللي حاضرة على المركز الثاني كانت هي نشرة ومحمد بن حبروت بن سلطان الاكتبي. على المركز الثاني والمركز الثالث التوقيت الزمني 12 دقيقة 49 ثانية 5 أجزاء من الثانية، كانت هي رسالة محمد بن عيسى بن مطر الفلاحي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم.